سلام البنات، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم في احسن حال. وبالنسبه للناس اللي اول مره تدخل للقناه وتتفرج، نقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تديروا ابوني باه يوصلكم جديد. ان شاء الله تكون عجبتكم القناه، وميز ابوني ما تنساوش تبداو درك بعد، تحطوا جيم درك بعد خاطر تتفرجوا ومن بعد تنساو تخرجوا، وما لا بداو بالجيم هي الاولى ومن بعد كملوا لا فيديو. المهم اليوم راني جيتكم بفيديو ديفيرونت على الفيديو اللي فاتوا كله. ما انا خارجين نحوسوا وما هو روتين في الدار ما والو. اليوم رانا معروضين في حاجه تاع فرح، ان شاء الله ربي يتمم على خير، لما لين الفرح وربي يكثر علينا الفرح علينا وعليكم يا رب. راني بديتكم اليوم باللبسه اللي لبستها، لبست القفطان هذايا شارجي على حساب المناسبه اللي يعني رايحت لها. لبست معاها الصندال هذه في الدوغي، ومعاها البوشيت هذيك حتى هي في الدوغي كما قاعدين تشوفوا فيها. هاني بارطاجيت معاكم حتى واش لبست. قلت لكم لبست هذيك، رحت خرجت بها يعني من الدار، وديت معايا لا غوب هذيا، غوب سامبل هكا. قلت من بعد كي نحي الكافطون نلبسها كما تشوفوا فيها هذيا في الغوج. وهذه حاجه باينه اللبسه تاع ايلين، لبست كاريكو كما تشوفوا فيها سروال تزيري بالجيلي هذيا مخدومه بالفتله. هذه هي اللبسه تاع ايلين اللي رحت بيها. وهنا كنا وصلنا للعنابه خاطر العروس تسكن هنا بعد في عنابه. المهم وصلنا هنا، دخلنا للكور، جينا عند الفلوريست هذا، هزينا ان بوكي دو فلور ناتوريل ومشينا. شوفوا انا ما قلت لكمش حتى وين رايحه ولا كيف، غير نهضر برك. المهم هنايا رانا رايحين للفاتحه، معروضين مع بيت العريس، رايحين هنايا العنابه عند العروس راح يديروا الفاتحه. وبالنسبه لي انا كيما لين العروس كيما لين العريس، ما نعرفهمش في زوز، يعني ناس برانيه وعرضونا وقدروا بينا وكبروا بينا وداونا معاهم، يعني خممنا كيفاش نروحوا هكاك وجي هي جاست اللي نديروها معاهم، واش ندير واش ندو في يدينا، ندي كادو ما تصلحش خلاص، خاطر يعني ماهوش اصلا عرس، وناس كي تعودي ما تعرفيهمش ما تعرفيش حتى واش تدي لهم كوم كادو. وليت كيما قلت لكم طلعت هبط، جات في بالي ان بوكي دو فلور ناتوريل، منها حاجه بريزونطابل، منها ما نروحوش بيدينا فارغين. كيما قلت لكم عدينا هنايا للكور عند الفلوريست هذاك، هزينا البوكي هذا، لقيناهم ديجا واجدين اشكال وانواع. انا ما حبيتش ندي حاجه كيما نقولوا شارجي ياسر بلي فلور، شغل هذيك يقدر يديها العريس للعروس ولا حاجه. ديت حاجه هكا سامبل بركه باسم ايلين، باه تديها ايلين للعروسه. وهنايا رانا طالعين رايحين لدار العروس. والفاتحه واش نديروا فيها هنا؟ بالنسبه للناس اللي تتبع فيا ماهيش من هنا من جويه هنا ما تعرفش، احنا الفاتحه واش يديروا فيها؟ هما مسميه لانها يقراو فيها الفاتحه نورمالمون، بس حضر كنحاوها الحاجه دي كي يكونوا عاقدين يقراو الفاتحه، كي يكونوا مش عاقدين ما يقراوهاش الفاتحه، بويسك صراو قبل كاين اللي يعقدوا هكا كيما نقولوا حنا العقد الشرعي، وما يعقدوش العقد المدني، ومن بعد كي ما يكتبش المكتوب يولي يخليها كيما نقولوا معلقه كيك وما عندها عليه حتى اثبات، كيما نقولوا هنا الثقه في الوثيقه.
ولو نحاوها، المهم احنا قاعد مسمية الفاتحة هي المهم، لوكازيون هذه اللي يروح فيها العريس يلبس الخاتم للعروسة، هذه هي الفاتحة تاعنا. هنايا كيما شفتوا كي دخلنا عند بيت العروسة، كيما قلت لكم ناس برانية، ما قدرتش نصور لكم كلش بلي ديتاي كيما مالفا، هنايا راني ما نقدرش، صورت جوست الحوايج هكا اللي مدهم لي في يدي. المهم كي دخلنا عطاونا جو، هنايا من بعد حطونا قهوة وحليب، كل واحد وش يحب يشرب مع هذوما القطوات. هنا كيما دخل العريس قاعد يلبس في الخاتم للعروسة، وكيما شفتوا هنا هذه لاطارت بعد ما قصوها كل واحد مدلو لابار تاعو. المهم ما قدرتش نصور لكم كلش، حشمت صراحة، حشمت مالفا برا ما نخلي ما نصور لكم، خاطر نورمال واحد ما يقول لي عليه ولا كيفاه ولا يتوله لي، بصح هنا في دار الناس وناس برانية كيما قلت لكم ما قدرتش نصور كلش. هنايا بعد ما خرجنا كانوا مدونا هذوك لي بواط تاع الكاطو، هذايا النورس هذا مدوه لإيلين، مدتهولها العروسة كادو، شرتهولها من قبل بعد كي سمعت بها رايحة شرتهولها كادو. وهنا كيما قلت لكم كي خرجنا مدونا لي بواط هذوما فيهم الكاطوات، ولا بواط صغيرة حطوا فيها، واش حطوا فيهم هذوك لي بواط صغار، حطوا لي ماكارون ومعاها وحده تاع شوكولا. المهم داروا حاجه سامبل وبريزونطابل خلاه يعني، وفاتت بيان خلاه يعني، ربي يهنيهم وربي يرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي، والعقوبه للناس اللي مازالوا كل. المهم كما شفتوا كما قلت لكم هنايا حطوا لي ماكارون وحطوا هذيك الشوكولا وهذا يا الفال. المهم واش راح نقول لكم، ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير، اني نوصي ونعاود ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.